طيب أهلاً وسهلاً بكم مرة تانية وبرنامجنا التاسعة، القناة الأولى، تلفزيون المصري، القاهرة، جمهورية مصر العربية. مصر دايماً قوية. بالمناسبة أنا عايزك خد الكلمة دي مني، أرجوك أنت كمواطن مصري وأنت كمواطن عربي وأي مواطن عالمي، بمعنى أنه في أي حتة في العالم يسمع أو يتقن الاستماع حتى مش لازم الحديث للغة العربية. مصر حتى لو في أضعف حالتها في منتهى القوة، فما بالك بمصر وهي في منتهى القوة، العالم ينظر إليها إزاي؟ مصر وهي قوية جدا عرفت تعمل الاتفاق ما بين الفصائل الفلسطينية ووقف إطلاق النيران. مصر وهي قوية جدا عرفت تعمل الخط الأحمر في ليبيا. مصر وهي قوية جدا عملت منتدى شرق المتوسط. مصر وهي قوية جدا عرفت تخلي العالم يجري، مش هقول لك لاهثا لا سمح الله، لكن يجري لاقتناص فرصة الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة بجمهورية مصر العربية. مصر وهي قوية جمعت العرب، ولقاء الأشقاء يمكن الشهير جدا في العلمين الجديدة في الساحل الشمالي المصري الصيف اللي فات. مصر وهي قوية أصبحت تتلقى الاتصال من رئيس مجلس إدارة العالم جو بايدن، الدولة الأكبر من واشنطن من البيت الأبيض، شكرا للرئيس المصري، شكرا لمصر على اللي انتوا بتقدموه في استقرار المنطقة. مصر وهي قوية جدا قادرة على تصفير المشاكل بمنتهى العزة والإباء والشمم والقوة والقدرة. مصر في الجمهورية الجديدة قوية جدا، لسه في أقوى ما يقدر على القدرة لله، بس لسه ده مصر كده بتقول صباح الخير أيها العالم، إحنا رجعنا تاني نجلس على مش هقول لك العرش، لكن على المكان الطبيعي بتاعنا في المنطقة وفي الإقليم وفي القارة، فتصبح القاهرة واحدة من عواصم صنع القرار. مصر وهي قوية جدا في قلب كوب 27 الذي كان عبارة عن مجموعة من المؤتمرات والقمم ل 26 دورة متتالية، هي دورات وملتقيات التوصيات فقط. فمصر لأنها أصبحت قوية ولسه هتبقى أقوى استطاعت أنها تحولها لقمة التنفيذ. مصر عرضت قدام العالم على لسان رئيس الجمهورية احنا مستعدين للمشاركة في حل الأزمة الروسية الأوكرانية، وتلقى العالم ذلك بمنتهى الاهتمام. انا متذكر يومها عرضنا جانب من الأخبار الصحفية على كل الوكالات وكبريات الجرايد والصحف وقتها. لكن خلينا في النهاردة، التقى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وده كان من خلال مشاركته في حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم بالعاصمة القطرية الدوحة. طيب ايه كمان؟ طبعا زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطر وحضوره لافتتاح كأس العالم ايضا كانت محط يعني للكتابة والتعليق في كافة الجرايد في مصر وفي العالم العربي وفي العالم. احنا بنتكلم على أول مونديال في المنطقة العربية، إذا خلونا نتكلم على كواليس افتتاح كأس العالم ومباراة قطر والإكوادور. معانا لسه معناش على التليفون حد من زملائنا وأصدقائنا المعلقين والمحللين الرياضيين، لكن خليني أقول لك إنه في النهاية الرئيس تلقى الدعوة، عشان برضو تبقى فاهم، الرئيس المصري فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى الدعوة من شقيقه الأمير أو صاحب السمو الأمير تميم أمير دولة قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم بالدوحة 2022، وزي ما بقول لكم أول مرة المونديال يبقى عندنا في المنطقة العربية، و
أنا من الناس اللي دايما طول الوقت، بالمناسبة طول الوقت غالبا من ساعة ما اتولدت ومن ساعة أن امتهنت هذه المهنة، يعني أنا راجل من الناس اللي تحب توصفها إن أردت بالتعبير الشهير، مسألة أنه أيوة أنا قومي جدا في هذه الأمور، اللي فيه خير للمنطقة العربية براه في أي دولة من المناطق العربية أراه خير لنا جميعا. أنا من الناس اللي ما عرفش ليه كل ما اشوف الاوبريت الشهير بتاع وطني حبيبي الوطن الاكبر عناية تدمع من وانا قد كده، مش علشان اي حاجة الا انه طول الوقت كنت طفل فمراهق فشاب فرجل فكهل حالم طول الوقت بوحدة عربية مستمرة، وبقدر حبي وتقديري للزعيم جمال عبد الناصر بقدر من انا مش ناصري لكن عندي نفس الحلم بتاع اي مواطن عربي سوي عايز العالم العربي واحد. أمل حياتي أشوف الولايات العربية المتحدة، أمل حياتي أشوف اقتصاد عربي فيه وحدة زي اقتصاد الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال. والله وخد بالك المسألة ما هياش سهلة، وخد بالك هنلاقي كم عقبات غير طبيعية من كل الدنيا. العرب دول لو اتحدوا لا ما يكلوش العالم، يدلعوا العالم. لكن هرجع تاني بكواليس حفل الافتتاح وأيضا مباراة قطر والإكوادور. معانا على تليفون ناقدنا ومحللنا الرياضي البارز عاطف شادي من العاصمة القطرية الدوحة. أهلا 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 اهلا بيك يا استاذ يوسف، ازي الحال؟ كل تمام. ارحب بيك وارحب بكل مشاهدينا، واحنا نرحب بيك على شاشه الاولى وبرنامج التاسعه. وكنت عايز اعرف شويه كواليس عن حفل الافتتاح، وعاوزين برضو رايك في تحليل لمباراه المنتخب القطري والمنتخب الاكوادوري. طيب يعني في البدايه خلينا نقول ان النهارده احنا شفنا يعني واحده من افضل حفلات الافتتاح الخاصه ببطولات كاس العالم، حاجة يعني محترمة جدا احنا شفناها. اعتقد ان هي حاجة تدعو للفخر، ومن ضمن الحاجات اللي تدعو للفخر كمان لان الحفل كمان ادى رسائل كثيرة للعالم بسبب ان انت وريتهم دينك الاسلامي ووريت الحضارة العربية ليهم بشكل كويس. كمان كانت لافتة جيدة جدا من الحكومة القطرية ان هي تدعو جميع القادة والرؤساء العرب للحضور، واغلبهم لبوا الدعوه، وطبعا وكان على راسهم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كان شرف الحفل النهارده وكان موجود، وجميع اعتقد اغلب القاده العرب كانوا موجودين. فدي كانت رساله جيده جدا للعالم ان انت كمان العرب كلهم موحدين على صف واحد لدعم الدوحه في اقامه المونديال وبطوله كاس العالم اللي هي تعتبر البطولة رقم واحد على مستوى العالم في كافة المستويات أو البطولة الأبرز اللي بتضم 32 طبعا منتخب من أقوى المنتخبات. النهاردة الحفلة كانت حاجة شيء مبهج جدا جدا جدا، زي ما بقول لحضرتك يا أستاذ يوسف كانت العدد النهاردة كان في حدود 68 ألف مشاهد في ملعب البيت، الملعب الأسطوري اللي مبني على شكل خيمة. يعني طبعا انت بتدي رساله كده للعالم، حتى انت عامل حفل عربي خالص، عامل كمان مباراه على ملعب عربي خالص طابع كانك انت داخل خيام، حاجه جميله جدا. حتى كمان كان في النهارده عايز اقول لك لقطه الناس ما شافتهاش كتير، الاستقبالات الخاصه بالضيوف والناس النجوم كلها كانت من خلال الجمال، كانت واقفه على الصفين، والخيول العربيه اللي كانت موجوده بتستقبل برضه على الصفين. فده كان يعني ايه بتوجه رساله حاجه جميله جدا النهارده كمان ان انت تبدا بالقران الكريم في الحفل ده، حاجه برضه حاجه مشرفه ليك وتخليك ان انت كمان تحس بالفخر. احنا انا يعني كمصري موجود في الحفل افتتاح النهارده اتبسطت جدا 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 بالحفله، واحده من افضل الحفلات. وكمان التنظيم كمان يا استاذ يوسف حاجه على اعلى مستوى، كل المشاركين هنا طبعا زملائنا الاعلاميين من كافه دول العالم. البطوله دي يعتبر واحده من اكثر البطولات اللي بيتم تغطيتها حاليا، احنا النهارده تم اختارنا ان النهارده في اكثر من 1400 صحفي بالاضافه لاكثر من حوالي 800 مصور من على مستوى العالم. حلو. كمان في بتتكلم في 400 قناه
موجودة بتغطي الحدث ده يعتبر حاجة عظيمة جدا. امبارح كمان تم اختارنا ان البطولة دي هي الاكثر مبيعا من حيث الحقوق التجارية والتسويقية وحقوق البث الفضائي، هتتخطى كمان بطولة روسيا 2018 بحوالي اكثر من 700 مليون دولار، فده برضو حاجة جيدة جدا. عايز اقول لك برضو نقطة ثانية، النهاردة كانت بارزة ان قطر مشت كلامها وكافة اللي اتأكدت عليه. كمان النقطة المهمة قوي اللي كانت بتتكلم على ان اتاحة بيع المشروبات الكحولية في الملاعب، وقطر كانت متشددة في القصة دي وقالت ان تم المنع تماما، وبالفعل النهاردة كان تم المنع تماما. كان بيتم بيع بعض المشروبات اللي هي الشعير ولكن بدون اي اضافات كحولية، تنفيذا بالضبط تنفيذا لكل التعليمات. وكمان الشركة الراعية اللي هي تبع الفيفا اللي بتبيع نفس المادة دي كتبت معلوحة واضحة في الاستاد ان هي بتحترم كافة القوانين القطرية كويس وقراراتهم ونفذت تعليماتها. لكنت حاجة كانت حاجة جميلة النهاردة، بس احنا بس زعلنا على الأداء والشكل اللي قدمه المنتخب القطري في المباراة أمام إكوادور، كان نفسنا الأمور تبقى أفضل بكتير، لكن للأسف وإن شاء الله لسه في ماتشين للتعويض أمام السنغال وأمام هولندا بإذن الله، ممكن قدامهم فرصة بإذن الله نتأهلوا في المرحلة الجاية. كنت لسه أقول لك الجايات هتغطي على الرايحات إن شاء الله يعني. طيب بالمناسبة بقى، علشان إحنا بنتكلم عن الماتش مش بس بتاع النهاردة لكن بشكل عام، التشجيع أخباره إيه هناك؟ والمشجعين اللي جايين من الدول المختلفة بص يا استاذ يوسف، في نقطة برضه عشان الناس بتجهلها كتير جدا، بيتكلموا على ان العدد الجماهير اللي موجودة في قطر قليل، الناس مش واخدة بالها ان الجماهير في اغلب الجماهير او اعداد كبيرة منهم في الدول المحيطة بدولة قطر، خاصة ان عدد الغرف الفندقية المتاحة في قطر مش بالقدر الكافي ان هي تستوعب 1,500,000 مشجع من كافة دول العالم، طبعا بالإضافة للمسؤولين ومن سواء من الفيفا او من كافة المستويات. فدولة مثلا يعني مثلا على سبيل المثال واحدة زي دبي مستضيفة آلاف من الجماهير هيجوا في رحلات اليوم الواحد يحضروا المباريات ويرجعوا تاني، كمان السعودية، كمان البحرين، الكويت مستضيفة، ففي حاجات يعني عدد كبير جدا من الجمهور. النهارده مثلا كنا امبارح في افتتاح الفان فيستيفال في منطقه الكورنيش في الدوحه، ده كان فيه اكثر من 40,000 مشجع وتم اغلاقه قبل بدايه الحفل، وموجود بره اكثر من 40,000، يعني انت بتتكلم في 80,000 في منطقه واحده. النهارده الجمهور كنت بتتكلم في حوالي 68,000 متفرج، وده عدد ضخم جدا. كمان لسه ان شاء الله هنشوف ملعب لوسيل تخطى ال 80,000 متفرج باذن الله في الايام اللي جايه. باذن الله التشجيع حاجه عظيمه وحاجه مشرفه، وتبقى واحده من افضل البطولات زي ما انفانتينو قال في مؤتمر الصحفي اللي امبارح، قال ان انا بتوقع ان دي هتبقى افضل نسخه من نسخ بطولات كاس العالم على مدى التاريخ كله باذن الله. وبعدين برضو مصر ليها لمستها هناك، الكوره اللي لعب بيها الفريق كوره صناعه مصريه 100%. لا وخد بالك كمان نقطه كمان يا استاذ يوسف، مش الكوره بس، يعني طبعا الكوره دي حاجه مشرفه جدا ان انت تبقى موجود مكتوب على الكوره صنع في مصر، دي حاجه طبعا ذروه للفخر. عايز اقول لك ان مجيل الملاعب حوالي 6 ملاعب من الملاعب الثمانيه من ضمنهم استاد البيت النهارده اللي اتلعبت عليه المباراه هو من الصناعه من احدى الشركات المصريه اللي كانت مشرفه على تنجيل ارض الملعب، فده يعني حاجه برضو انت مش مساهم في البطوله سواء شئت أم أبيت. بالإضافة طبعا لعندنا عدد كبير جدا من المصريين من المشاركين في العملية التنظيمية والأمور التنظيمية في المباراة في البطولة، فيعني مصر كمان موجودة، والحكومة المصرية أكيد برضو مقدمة دعم جامد جدا. عارف أنت الجملة بتاعت not only but also، ف it is not only الكرة بس لكن ده كمان النجيلة، يعني الصناعة المصرية حاضرة في المونديال. بالظبط وان شاء الله احنا بنتمنى طبعا لدوله قطر البطوله طبعا على اعلى مستوى وتنظيم ان شاء الله باذن الله. احنا كمان الحكومه المصريه النهارده وجود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي موجود النهارده في حفل الافتتاح، دي رساله قويه جدا ان مصر مدعمه وواقفه جنب اخواتها في الدوحه، ان شاء الله يقدموا بطوله على هي الافضل على مر التاريخ، وان شاء الله نهنيهم في النهايه
بتنظيم هو الأروع بإذن الله. بإذن الله. أنا بشكرك جدا 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 عاطف شادي زميلنا العزيز من العاصمة القطرية الدوحة، ناقدنا ومحللنا الرياضي البارز. يا سيدي الفاضل، عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، عزيزي المواطن العربي، عزيزي المواطن العالمي، مصر تجمع ولا تفرقش. مصر كبيرة قوي قوي قوي، أم الدنيا قد الدنيا بجد. ربنا يخليك لينا يا ريس. فاصل ونكمل الكلام. المشروع هنا علشان نقدر نختار ناس تشتغل مع اللاعبين، بدأ يعد الأول مجموعة من الاختبارات النظرية واللقاءات وإعداد إزاي يشتغل يقدم مهاراته ويقدم نفسه، على أساس إن إحنا بعد كده في ضوء المهارات دي يقدر يعمل له برنامج إعداد ليه. ده مش امتحان أكتر من مجموعة، بنحصل مجموعة من المعلومات عن المتقدمين، والحقيقة تقدموا ناس شباب رائع جدا وعنده استعداد للعمل في مجال علم النفس الرياضي، وعنده من المؤهلات والمعلومات اللي ممكن يتبني عليها البرنامج إعداده بالشكل اللي هو يقدر يؤدي دور إيجابي مع الموهبة الرياضية اللي بترعاها وزارة الشباب والرياضة. طبعا إيمانا بأن الجهاز الفني يجب أن يكون ليه رؤية وعمل متكامل لإعداد التوب أسليت أو البطل الرياضي، وأن الرياضة مش بس فيزيكال فيتنس، لياقة بدنية وفنية، وإنما يجب أن يكون فيه الجانب النفسي والتغذية وغيره عشان كاركتر أو شخصية اللاعب تكون مكتملة يوم المباراة. فطبعا احنا عددنا قليل جدا في التغطية للاتحادات والمنتخبات الوطنية، فكانت فكرة المشروع ازاي نغطي محافظات الجمهورية عن طريق ان يكون هناك متوفر معد نفسي للقيام بهذا الدور. انه هذا المعد النفسي مش بيتم اختياره بشكل عشوائي او انتقائه بشكل عشوائي، ولكن في ضوء معايير ونورم وشروط معينة وبرنامج محدد. معالي وزير الشباب والرياضة بيهتم بالجانب ده لاستكمال ادوات تطوير الاداء. فمن الحاجات اللي ناقصة عندنا اللي هي الجانب الأعداد النفسي، وزي ما حضرتك عارف إن كل المستوى تطوير الأداء يبقى فيه الإعداد البدني والمهاري والفني والخططي، وبنجيب ناس من مدربين أجانب وبتاع، ولكن استكمال المنظومة ككل. فمعالي الوزير حسن ده في يعني يجب إن احنا نهتم بالجانب ده. أعتقد في الوقت الحالي مع التطور اللي بيحدث ومع الوعي اللي حدث برضو بدعم وزارة الشباب والرياضة في أنها تأكد دور الأخصائي النفسي التربوي الرياضي، ووجود لجنة علمية زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي بتأكد على الدور دوت وبتعمل اختبارات وبتحدد معايير للمعدين النفسيين على مستوى 27 محافظة في جمهورية مصر العربية، فبعتبر أن دوت مشروع قومي. عرفت عن الاختبار من صفحة المديرية، وبصفة إن يعني إن أنا درس علم النفس الرياضي في الماجستير بتاعي، فقررت إن أنا أخوض التجربة وأشوف إيه اللي موجود هنا. امتحان كويس، يعني زي ما حضرتك عارف برضو إن هو ما كانش بيقيس الكم الاستيعاب اللي إحنا موجود عندنا، وما أكتر يعني على قد ما كان بيقيس المستوى اللي إحنا موجودين عليه فعلي. هو الامتحان النهاردة كان عن المعد النفسي، ومش بيخرج برا علم النفس الرياضي عامة، فهو يعني كان شيق على فكرة جدا، وكنا سعداء بالتجربة الحمد لله رب العالمين اللي أتاح لنا دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كانت تجربة جميلة. طيب الأول ازيكم، عاملين ايه؟ كله تمام؟ أظن يعني أي حد فينا أب كان أو أم بيقدر يستوعب جيدا جدا أهمية طريقة تربية وتنشئة أولاده، وإزاي أن الطفل ده وعيه بيتشكل يمكن من اللحظة الأولى التي يصبح فيها داخل دنيانا الطويلة العريضة، رائعة كانت أو غير رائعة، مش دي القصة. وتشكيل وجدانه وتشكيل وعيه أمر شديد الأهمية. الطفل اللي بيتولد النهاردة
أو الأطفال الصغيرين اللي موجودين دول 5-6 سنين 10 سنين حتى، هم دول المستقبل الحقيقي للبشرية، وبطبيعة الحال هم المستقبل الحقيقي بتاع مصر. يعني في حالتنا أطفالنا هم مستقبلنا، حاضرنا هم شبابنا، عشان بس نفرق في المفاهيم. أما الماضي ده أنا وحضرتك، وإحنا ناس اللي على مشارف 50 فإحنا خلصنا. الشبان اللي موجودين هم حاضر هذا الوطن وهم اللي بيبنوه، والأطفال دول هم المستقبل. طيب في اليوم العالمي للطفل مصر بدأت تشتغل على مجموعة من المبادرات متعلقة بإيه؟ بالارتقاء بوعي الطفل، تنشئة هذا الطفل ووعيه وصناعة وجدانه. خلونا أولا ناخد على التليفون الكاتبة سماح أبو بكر عزت، منورانا على التليفون يا أستاذة سماح. أهلا وسهلا أستاذ يوسف، إزاي حضرتك؟ أهلا بحضرتك وسعيدة أني معاك النهاردة. أسعد. يوم عيد، يعني بالنسبة لي ده يوم عيد. لا لا أنا عالمي للطفل. طب لا أنا عندي العيد عيدين، حضرتك معانا على التليفون كمان. ربنا يخليك من ذوق حضرتك، ألف شكر. حضرتك يمكن أسهمتي بمنتهى الفاعلية في تشكيل وجدان الأطفال، ومن هنا هسأل، بتشوفي مصر إزاي قدرت تدشن مجموعة من المبادرات همها الرئيسي والأوحد الارتقاء بوعي أطفالنا؟ والله شوف هقول لحضرتك، أنا الحقيقة في منتهى السعادة، لأنه أنا يعني بشتغل مع الأطفال على الأرض، مش بس عبر قصص أو حاجات زي كده. أنا شايفة دلوقتي اهتمام القيادة السياسية والدولة بملف الأطفال في العديد من المناحي. يعني عايزة أقول لحضرتك أنه أنا مثلا من أسبوعين كنت في دير مواس مع المجلس القومي للمرأة، مبادرة مشروع دكتور مايا مرسي أطلقته لمناهضة الهجرة غير الشرعية، فإنها تتوجه للأطفال في هذه المبادرة. أي حد هيقول لك طب وهي الأطفال بتهاجر؟ لا، بس ما الطفل ده اللي هيكبر هيبقى شاب. صح. لو ما حصلناهوش من النهاردة هو ده اللي ممكن يبقى سهل اصطياده إنه هجرة غير شرعية. في نفس الوقت هذا الطفل هو اللي ممكن يؤثر على والده إنه له متطلبات يمكن الوالد ما يقدرش يلبيها فبيهاجر عشان يحقق له طلباته. فإذا بقينا الوقت بنتوجه للأطفال في مبادرات أو في فعاليات يعني متعددة. الطفل بقى له حضور دلوقتي، يعني الطفل، أنا لسه أستاذ يوسف يمكن من أقل من 48 ساعة كنت في بلجيكا فعاليات لتنمية الوعي والانتماء وتعميق الهوية المصرية، بالحمد لله يعني عدة فعاليات بترتيب من سفارتنا في بروكسل سيادة السفير بدر عبد العاطي رتب لي حبيبي. يعني عدة فعاليات مع جامعة بروكسل، مؤسسات هناك، مع مؤسسات معنية بتنمية وعي الأطفال واللغة العربية، تنمية وعيهم والانتماء. حركت في كذا مدينة هناك، قعدت مع الأطفال وشفت إزاي بيفكروا، اتكلمنا وتناقشنا وشفنا يعني مدى ارتباطهم بالوطن. فإحنا بنتحرك على الأرض سواء في داخل جمهورية مصر العربية أو حتى في الخارج. فدي يعني ده اهتمام، يعني انا لمسال حقيقه يعني من الدوله ومن مؤسساتها سواء في الخارج او في الداخل بالطفل، وهو ده اللي احنا كنا بنتمناه يعني من وقت بعيد. ولكن الحمد لله يعني بشكر فخامه الرئيس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقه، لانه الطفل دايما يعني بيشغل حيز كبير قوي في اهتماماته، رغم يعني مشاغله واهتماماته العديده، ولكن الطفل حاضر دايما دايما دايما. وبتشوف حضرتك دلوقتي انه كمان حتى بقى فيه توعيه ضد التنمر وضد الحاجات اللي ممكن يواجهها الطفل بشكل او باخر. اشتغل على الارض مع حياه كريمه برضو بتتوجه للاطفال، مش بس يعني للمنشات والتعمير والحاجات اللي هي مستهدفه، ولكن تنميه الانسان هو ده اللي كان دايما سيادة الرئيس بيؤكد عليه، انه تنمية وعي الانسان المصري، فما بالك بالطفل بقى. طيب استاذ سماح، رائع قوي انه حضرتك لسه راجع من بلجيكا. كم يوم في بلجيكا؟ انا قعدت 8 ايام. حلو. عملت فعاليات في كذا مدينه هناك الحقيقه، يعني كنت سعيده جدا الحقيقه، لان قابلت اطفال مش بس مصريين، قابلت اطفال من مختلف الجاليات العربيه. رائع حقيقي. فشفت كمان ان هم عندهم
حصيلة لغوية لا بأس بها أبدا بالعربي، وحاطين علم مصر وبيقولوا تحيا مصر وحاطين نماذج من الحاجات الفرعونية بتاعتنا. لا يعني الأطفال فهمها طيعة، بس تلاقي اللي يشكلها صح، تلاقي اللي يحطها على الطريق ويديها الفرصة أنها تعبر عن نفسها. ما هي الفوارق بين الطفل الذي ينشأ ويترعرع في بلجيكا والطفل اللي بينشأ ويترعرع في مصر؟ ليه بسأل السؤال؟ علشان عايز أعرف إحنا لسه محتاجين نعمل إيه؟ أنا لسه محتاج إيه عندي؟ عايز أركز على إيه؟ التجربة البلجيكية هنا بقى على يد الأستاذة سماح أبو بكر عزة. التجربة بتقول إيه؟ أستطيع أستنبط منه إيه ليه عليا هنا في مصر؟ اللي هقدر أقوله لحضرتك إنه الطفل هناك يمكن بيقدر عنده شوية حرية إنه يعبر عن نفسه، أو حلو. بمعنى أصح عنده المساحة اللي بيتسمع فيها. الطفل هناك واخد وضعه، يعني عايز أقول لحضرتك الممنوع حضرتك حتى تصور طفل من غير موافقة، يعني إلى هذا الحد الطفل له قدسية هناك، له قدسية في إنه محدش يخدش خصوصيته، محدش يفرض عليه حاجة دون ما يكون هو مثلا مقتنع بيها. ولكن في المقابل لا، احنا عندنا برضو بندي الأطفال يمكن مساحة من الحنان أكتر، يمكن بنهتم شوية أكتر بإن احنا نوفر له كل حاجة. لا بره مش كده، يعني بره مع الأب والأم هناك ما عندهمش الهلع ده على الأطفال زي ما احنا عندنا هنا، فعشان كده هتلاقي الأطفال هناك شخصيتها يمكن يعني أقوى شوية، بتتحمل في صراحة أنا لا مش هقدر أجيب ده، لا أنت خدت ده مش هتاخد ده. إحنا هنا حنينين قوي يعني، هو يعني كنا نقول أنه الأطفال المصريين الأجانب يقولوا على الأطفال بتوعنا أن هم شيلترد، محميين أكتر مما ينبغي. بالضبط. بنفرض بالضبط. عليهم حماية وبنحوط ونحلق أكتر مما ينبغي. ده حقيقي. فهنا بقى بتيجي الفكرة اللي في دماغي، هو إحنا بس محتاجين نرفع الوعي بتاع الأطفال بتوعنا، ولا الأبهات والأمهات إحنا محتاجين نشتغل عليهم أكتر في إطار بلاش إجراءات حمائية أكتر مما ينبغي للطفل؟ ما ينفعش أبقى بدرس للطفل مثلا في المدرسة أو بعمل له ورش عمل بقول له خلي شخصيتك قوية وتناقش وعبر عن رأيك واتفق واختلف، وأول ما يرجع البيت يجي يقول حاجة أبوه أو أمه ولد ولا كلمة اللي أقول لك عليه تسمعه؟ اللي بتقوله حضرتك ده بالظبط يا استاذ هو اللي انا عايزه اقوله، انه احنا يعني بنصادر ساعات على الطفل انه يعبر عن رايه بدافع ان احنا خايفين عليه، فيفضل طول الوقت حاسس ان هو مش عارف يعني ملوش كيان. لكن لا، لازم يعني لازم نديله شويه حريه يقابلها مسؤوليه، لانه انت اذا اخذت حريه فاذا انت مسؤول عن تصرفاتك. طبعا فلازم هنا تبقى بتفكر مرة واثنين وثلاثة قبل ما تعمل أي تصرف، قبل ما تقول أي حاجة، قبل ما تاخد أي خطوة في حياتك. الاستشارة طبعا مطلوبة، والأب والأم دورهم يعني لا نغفله، ولكن ندي الطفل بس شوية مساحة اللي تخليه أجرأ شوية، اللي تخليه يقدر يتحمل مسؤولية. دي مهمة جدا جدا جدا، يعني أنا بشوف إن يمكن هو ده فعلا الفرق ما بيننا وما بينهم، إن هما ما عندهمش الخوف أو الهلع ده، فبتحس إن الطفل هناك أجرأ أو يقدر يعبر عن رأيه أو ما بيخافش قوي زي عندنا، يقدر يقول لك لا مش هعمل كذا أو لا أنا ما أقدرش، يعني بمنتهى الأدب، بس في 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 مساحة إنه يقدر يعني يتحرك فيها. لكن صحيح. هنا الطفل دايما بدفع الخوف بيبقى على طول يعني إيه، خايف يتكلم، خايف يقول رأيه، حتى لو شايف حاجة غلط خايف يقول إن ده غلط. ساعات بينقاد إنه أصحابه بيعملوا حاجة هو مش موافق عليها قوي، بس أبقى معاهم ليقولوا عليها جبان، فممكن ينجرف في تصرف مش مظبوط، بس لمجرد الحفاظ على صورته إنه لا ما يتقالش إن ده جبان، ده لا قول لا. لا إمتى نقول لا؟ أنا دايما أقول للأطفال كلمة لا إمتى بنقولها؟ إمتى نقول لا؟ صحيح. أنا بشكرك جدا 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 الأستاذة سماح أبو بكر الكاتبة المعروفة، شكرا جدا على المداخلة. خليني أقول لحضرتك على حاجة مهمة، إحنا ممكن نبقى جوه المدارس
بنقعد نتعامل أو بنحاول قدر الإمكان عن طريق بعض المناهج التربوية الجميلة الظريفة اللطيفة إن إحنا نعلم الولاد إنه رأيك وتناقش وتتناقش وتتفق وتختلف وأن لك الحرية في أن تختلف أو تتفق، وبنقعد نقول للولاد حاجات جميلة جدا. خد بالك في نفس ذات الحصة، ولو ما كانتش في نفس ذات الحصة أو في هذا الدرس، الحصة اللي بعدها لو الواد جرؤ أو البنت جرؤت إنها تختلف مع المدرس، يلهوتي يا ده يا دقي. يعني لو الطالب قال للمدرس بتاعه المسألة دي أنا ممكن أحلها بطريقة مختلفة، أولا هيبدأ المدرس يحدفه بأنه أنت بتاخد درس برة مع مين؟ مش عشان حاجة، هو نفسه هو اللي يدي الدرس ده أصلا، يعني عاوز يدي هو الدرس الخصوصي، مش علشان حاجة، مش علشان عاوز يفهم ليه الولد مضطر ياخد درس، مش لانه قادر يستوعب انه مش عارف يوصل الرساله بتاعته للولد او قادر يفهمه، هو مشغول بانه هو انا بديش انا الولد الدرس ليه، مش احنا اولى بالطرلملم ده ولا ايه؟ فيبدا لو انت بتاخد درس بره مع مين؟ كذاب. ادي واحد. اتنين، انت تسكت خالص، انت هتعرف اكتر مني، بس اصل حضرتك هينفع تتحل بطريقه ثانيه اللي اقول لك عليه تعمله وتحله بالطريقه دي، واللي مش هيحل بالطريقة دي هسقطه وهتشوف، ولو جه صحح امتحان ولا واجب مدرسي ولقى طريقة مختلفة يا ده يا دقي على دماغ العيال الصغير. فأصبح هنا في عندك ازدواجية، انت بتدي الولد حاجة في دروس توعوية وما إلى ذلك وتتعامل معاه بطريقة تانية خالص، هي بس كده. وبيرجع البيت في أي مناقشة أول جملة هيقولها الأب والأم اللي أقولك عليه تسمعه من غير مناقشة، خدت بالك قلنا ايه؟ من غير مناقشة، ده اللي احنا بنعمله في العيال بالمناسبة. احنا كده متصورين ان احنا بنربيهم، عمليا احنا بنعمل ايه؟ احنا بنمسح شخصيته. فالعيال تكبر ممحية الشخصية. فالعيال بعد كده تيجي تخش الجامعة ما بيتناقش، ما بيبحثش، هو عاوز كتاب بتاع الدكتور يحل منه لانه كده هو في الامان و100 فل و14 بره. العيال بتتفق وتختلف تاني بالأدب وباللياقة مع المدرسين، برة العيال بتتفق وبتختلف مع أهاليها بالأدب وباللياقة لكن بيتفق ويختلف، برة تلاقي الولاد مثلا في أي مدرسة، المدارس الحكومة يعني بنسميها عندنا مدارس الميل، المدارس العامة البابليك سكولز، بتلاقي في مساحة وإتاحة للولاد إن هم بيبيعوا وبيشتروا في المدرسة لعبهم القديمة وهدومهم اللي مستغنين عنها والكتب بتاعت السنة اللي فاتت وما إلى ذلك، زي ما بشجعه على أنه أقول له ودي هذه الألعاب وهذه الملابس اللي تبقى حالتها جيدة جدا إلى آخرين قد يكونوا محتاجين، والله ولو عاوز يبيع هيبيع، أهلا وسهلا بيع، بيع واشتري وفاصل وقول آه وقول لأ. فبتلاقي العيال بيكبر بيزنس مان، حتى وهو عالم بيزنس مان، عارف الابحاث بتاعته دي قيمتها ايه وتتسوق ازاي ويعمل ايه الى اخره. دي الفروق الجوهريه اللي هي ايه؟ من الاخر كده مفيش ازدواجيه، اللي بعلمه للعيال بطبقه معاهم في اي مدرسه في اي حصه، ويا ويلو يا سواد ليلو المدرس اللي يكبت عيل او الاب او الام اللي يكبتوا العيل، لانه المدرسه ساعتها بتنادلهم تعالوا هنا، يقولي خلص بسرعة، تعالوا هنا انتوا بتكبتوا الولد ليه؟ الولد شخصيته مهزوزة، الولد شخصيته ضعيف، الولد خواف. عرفت الفرق الجوهري فيه؟ عامل العيال على انهم بني ادمين، هم ما هماش دواب ولا عبيد خالص، دول بني ادمين. مصلحتك ان ابنك يكبر ويبقى جدع، وبنتك تكبر وتبقى جدعة. خلوني بقى أروح على موضوع تاني وهو متعلق بوزارتين، وزارة التربية والتعليم ووزارة الهجرة. يعملوا إيه بقى؟ بيدرسوا مقترحات الدكتور مينا حنين خلال مؤتمر المناخ لتدريس الذكاء الاصطناعي للمراحل التعليمية المختلفة. فين؟ في مصر. ده في حد ذاته شيء رائع، إحنا هندرس أو في احتمال ويبحث ويدرس ان احنا هندرس المقترحات بتاع الدكتور مينا ان الولاد يتعلموا يعني ايه artificial intelligence.
حدث بالنسبة لي. بس عايز ما أفهم أكتر برضو، دكتور مينا حنين الباحث المصري بالجامعة الوطنية الأسترالية، واحد من أهم المشاركين في مؤتمر المناخ، أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك. إزاي حضرتك؟ كله تمام؟ الحمد لله. دكتور مينا، ليه عاوز أنه الولاد في المناهج الدراسية بتاعتهم في المراحل المدرسية يبدأوا يتعلموا الذكاء الاصطناعي؟ علشان بقى غصبا عننا ده كل حاجة بنستخدمها النهاردة في عالمنا اللي بيحكمه بيانات ومعلومات وخوارزميات وذكاء اصطناعي، بقى جواها بقى محركها الأساسي هو الذكاء الاصطناعي، شيء ما بين. فهدفي كله إن إزاي ما نبقاش بس مستهلكين للذكاء الاصطناعي أو مستخدمين للذكاء الاصطناعي دون علم بإزاي العلم ده بيحصل، إزاي العلم ده بيتكون، إزاي العلم ده بيديفلوب بيتطور مع الوقت، ونكون بس مستخدمين ليه. بس بالعكس هدفي إن احنا في يوم من الأيام نكون مصنعين لعلوم الذكاء الاصطناعي كمان. طيب ده رائع جدا، ده كان مجرد سؤال. ده بالظبط السبب اللي حاولت عشانه او بسعى عشانه حاليا، الكلام ده يطبق في المدارس المصريه من خلال كل المراحل التعليميه من اول التعليم الاساسي من ابتدائي. هو ده كان سؤالي الرئيسي، السؤال الاول مجرد سؤال افتتاحي احاول افهم اكتر المنطلقات. هل الذكاء الاصطناعي ينفع ادرسه للولاد من السن المبكره؟ انا على قدي برضو في النهايه، وانا من الجيل الكبير في السن، فانا تصوراتي انه دي اكيد امور فيها شيء من التعقيد هيبقى صعب على الاولاد الصغيرين في ابتدائي ان هم يتعلموها، ولا انا غلطان؟ قول لي غلطان. لا غلطان. انا موافق جدا. حاليا في اتجاه عالمي في الدنيا كلها ازاي نعلم اساسيات الذكاء الاصطناعي للاطفال من 3 سنين كمان، مش 5، يعني مش من اول ابتدائي، من قبل ابتدائي. انا حاليا كنت في استراليا في كامبرا، كنت دايركتور لأكاديمي، أكاديمية بتعلم الروبوتات، علم الروبوتات والذكاء الاصطناعي للأطفال من 3 سنين ل7 سنين، اللي هي المرحلة اللي قبل المدرسة، اللي هو أول 3-4 سنين في تعلم الطفل بعد ما بيخرج من البيت اللي هو الحضانة. طبعا بيبقى عن طريق لعب، عن طريق قصص أطفال، عن طريق مكعبات and so on. بس الهدف إن احنا ازاي نوصل أساسيات very basics، ازاي الطفل ممكن يفكر بطريقة تساعده لما يوصل للسن المناسب ان هو يفهم علوم الذكاء الاصطناعي. حلو، كلام جميل جدا. السؤال اللي بعده وارجوك ما تستغربوش، ايه اللي جاب دكتور مينا حنين من استراليا لمصر ويبقى على اجتماعات او على هوامش الاجتماعات وبتاعه كوب 27 وقمه المناخ علشان يدلي باقتراحاته ويدلي بافكاره في مساله تدريس الذكاء الاصطناعي للاطفال؟ ايه اللي خلى دكتور مينا يقطع هذا المشوار الطويل؟ الموضوع ابتدى من حوالي 3 شهور بالظبط. كنت مشارك في بحث في الجامعة الوطنية الأسترالية عن إزاي استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي لحل مشاكل المناخ وخاصة حرائق الغابات، عشان دي طبعا مشكلة كبيرة في أستراليا. وتقدمت بنفس الفكرة لمسابقة كانت منظماها الستيت أو الولاية اللي أنا عايش فيها، والفكرة كسبت المسابقة. وبعد كده السفيرة الوزيرة نبيلة مكرم عرفت على الموضوع ونشرت على الموضوع على صفحة الوزارة، وتم التواصل معايا ان لازم اكون ممثل للجالية المصرية او الباحثين المصريين بالخارج في مؤتمر المناخ. ومن ساعتها طبعا كنت حريص ان انا احضر وانقل خبرتي او انقل شغلي اللي انا شغال عليه في استراليا واجيبه مصر. وبعد ما قدمت مقترحي بتعليم الذكاء الاصطناعي تم التواصل مع وزارة التعليم لمناقشة الموضوع. حلو جدا. عندي حزمة سريعة من الأسئلة كده دايما أحب أسألها للباحثين والعلماء المصريين اللي موجودين في المهجر. حضرتك سافرت أستراليا إمتى؟ من 6 سنين بالضبط. بس أنا أستراليا كنت بدرس برضه في أوروبا، يعني مصر من حوالي 10 سنين. أوكي. وقبل أوروبا؟ قبل أوروبا كنت في مصر. فين؟ أسئلة غريبة، استحملني معلش. في الجامعة الألمانية في القاهرة. عظيم جدا. واتعلمت في مدارس في جمهورية مصر العربية. يس بالظبط. حلو جدا. طيب هنا بقى بيجي سؤال اللي هو نتيجة الأجوبة اللي فاتت. هل بتشوف يا دكتور مينا إن البنية التعليمية بتاعة التعليم المدرسي المصري تستطيع إنها تستوعب تدريس الذكاء الاصطناعي لأولادنا؟
السؤال في محله جدا طبعا، واكيد هيكون الخطوه الاولى لتعليم علم زي ده هو تعليم المعلم نفسه. احنا ازاي نخلق معلمين قادرين على فهم اساسيات علم الذكاء الاصطناعي وتدريسه. لكن البنيه التحتيه للمدارس، لو بنتكلم على تجهيزات من اجهزه او معدات او اكويبمنت، ف المقترح كله بيهدف ان هو ازاي نبسط ده بابسط صوره، فما نحتاجش اكويبمنت غاليه، ما نحتاجش معدات او اجهزه غاليه لتدريس الكلام ده، بل بالعكس احنا بنستخدم حاجات موجوده في كل حاجات كل يوم الطالب بيستخدمها لتدريس الفيري بيسكس الاساسيات المبدئيه تماما، فيطلع طالب فاهم او قادر يفهم الاساسيات العلم. للدرجات دي يا دكتور مينا انت مهموم او مشغول بتدريس هذا النوع من العلوم للمصريين؟ طبعا، والسبب الرئيسي ان انا نفسي كبرت وما تعلمتش AI او Artificial Intelligence او ذكاء اصطناعي غير لما وصلت درجة الماجستير، لما طلعت بره مصر ورحت اوروبا. وكان نفسي اللي هو دلوقتي لما بدرس الاطفال الصغيره 3 سنين و5 سنين، بحس ان انا عم دلس ان هو انا غيران من الاطفال دي، ان هم بيتعلموا في السن ده حاجات انا ما اتعلمتهاش غير لما كبرت وكان عندي 18 سنه او اكثر. فطبعا نفسي ان انا اوصل حاجه زي كده للاطفال عشان نقدر نخلق جيل فاهم وقادر يبدع وينتج ويصنع ذكاء اصطناعي مش بس مستهلك ليه. فبدايه مع يعني تعليمك الحقيقي للذكاء الاصطناعي كان لما كنت بتبحث الماجستير. بالظبط. ده كان في المانيا ولا كان في كده؟ لكن كان في ايطاليا، بعد كده فرنسا، بعد كده سويسرا. انا عملت 2 ماجستير في 3 بلاد. يعني اخمس في وشي ولا اعمل ايه طيب؟ انا خايف احسدك بصراحه. بص يعني انا حقيقي مبسوط جدا ان احنا بنتكلم، وفخور بيك جدا، وفرحان فرحه لا توصف، لانه اللي بتقوله لي ده معناه انه لازال هناك دائما امل في ان احنا نقدر ندي ولادنا الامل والحلم، وان هم قادرين على استيعاب النوع ده من العلوم وفروع العلم وما الى ذلك. ومش بس كده، انه نقدر نعمل ده وبابسط الوسائل الممكنه اللي ممكن مش هتبقى مكلفه على المؤسسات التعليميه المصريه إن شاء الله. يا رب. أنا بشكرك حقيقي جدا 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 جدا، كل الشكر ليك دكتور مينا حنين، باحث مصري روعة، أظن أنتوا خدتوا بالكم من الكلام بتاعه، في الجامعة الوطنية الأسترالية، واحد من أهم المشاركين في مؤتمر المناخ، راجل مصر على أنه لازم نعلم الولاد الذكاء الاصطناعي في المدارس من ابتدائي لحد ما يتخرجوا من المدرسة، وأنه طريقة التدريس ونوعية العلوم اللي هيدرسوها مختلفة متدرجة متصاعدة على حسب السنة الدراسية اللي هم فيها. طب مكلف؟ لا مش مكلف، بأبسط الأمور تقدر تدرس ده، بس كمان لازم نشتغل على إيه؟ على المدرس اللي هيدي هذا الفرع من العلوم. تاني هنتكلم على علم متطور جدا ما كانش موجود عندنا، عمرنا ما درسناه قبل كده في مدارسنا، فلازم المدرس اللي جاي يبقى مدرس مختلف، مش المدرس اللي درس لي تاني، مش المدرس العظيم اللي درس لي وانا صغير، لان انا اللي درسوا لي انواع العلوم يعني فيزيكس وكيمستري وبيولوجي، فيزيكس فيزياء كيمياء احياء، كانوا مدرسين اكتر من عظماء بالنسبه لي حقيقي يعني، بس النوع ده من العلوم عايزين حد تاني، عايزين مدرس تاني مختلف فهمه وبيعرف يدرسه وبيحبه، ومش وظيفة والسلام، مش على قد المرتب يعني. فاصل ونكمل الكلام. طيب تعالى نقعد نفكر مع بعض، لو أنا عاوز أستثمر في المشروعات اللي بتطلع شهادات الكربون أعمل إيه؟ عارف أنت الفيلم بتاع وإسلامه، لما أحب أكلم شعب مصر أكلم مين؟ هو ده السؤال بقى. لما أحب أروح علشان أستثمر في الاستثمارات بتاعة المشروعات الجديدة التي تصدر شهادة الكربون
أروح فين؟ أقول لك والله أصبح دلوقتي في عندنا كيان جديد لهذه الاستثمارات أو لهذا النوع من الاستثمارات، تروح له تعرض المشروع يبدأ. طيب مين بيكلمنا في ذلك ويشرح لنا واحدة واحدة؟ دكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات والأبحاث الاقتصادية. أهلا أهلا يا دكتور كريم. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ يوسف، تحياتي لحضرتك وحضرتك أستاذ المشاهدين. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ تمام يا فندم. الأول أول حاجة الناس هتسألها، يعني إيه مشروع يصدر شهادات الكربون؟ طبعا هي الفكرة من المشروعات الصادرة لشهادات الكربون هي شهادات بتصدر لصالح المشروعات اللي بتساهم في تقليل الانبعاثات الضارة بالمناخ. حلو. الفكرة إن الهدف من هذه الشهادات هو إتاحة الفرصة لهذه الشركات لتعويض ما أنفقته في التحول لتكنولوجيا تتعلق بتخفيض الانبعاثات الكربونية من ناحية، وأيضا إتاحة فرصة لها للاستثمار من خلال هذه الشهادات. حلو قوي. طيب أنا النهاردة لو عاوز أعمل مشروع جديد من هذا النوع هروح فين؟ طبعا في الهيئة العامة للرقابة المالية، هي بالتنسيق مع البورصة المصرية هي المنوطة بالإصدار وبتداول هذا النوع من الشهادات. طبعا هو يعني خلينا نقول انه بيأتي في إطار دعم الاستثمارات الخضراء اللي كانت بتعتبر احد اهم نتائج وتوصيات قمة المناخ الأخيرة المنعقدة في شرم الشيخ. الاتجاه نحو هذا النوع من الشهادات وهذا النوع من المشروعات بيخلق حالة من التحفيز على التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتحول إلى تحقيق العدالة المناخية ما بين الشركات اللي بتستطيع تخفيض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن نشاطها وأيضا الشركات التي لا تستطيع خفض هذه الانبعاثات. بمعنى ان الشهادات هذه الشهادات بتصدر للشركات اللي نشاطها استطاعت ان تخفض هذه الانبعاثات، وبالتالي الشركات الاخرى الغير قادره على خفض الانبعاثات لديها بتستطيع شراء هذا النوع من الشهادات، وبالتالي هنا بتحدث حاله من العداله المناخيه وبتعتبر بمثابه تعويض او مشاركه لعدم قدرتها على تقليل الانشطه الضاره بالمناخ من نتيجة عملها. هل ده معناه أنه هذه الشركات هتستطيع أن هي تحصل على دعم ما من الصندوق اللي تم التوافق على إنشاءه في قمة المناخ اللي هو صندوق الخسائر والأضرار؟ هو طبعا صندوق الخسائر والأضرار هو الهدف الرئيسي منه هو توفير التمويل للدول النامية والدول الأكثر تضررا من التغيرات المناخية واللي تسببت فيها الدول الصناعية الكبرى. طبعا هو النوع ده من الشهادات او النوع ده يمكن يكون متشابه تقريبا مع هذا الصندوق في طبيعه التمويل وطبيعه توفير التعويض عن الانبعاثات الكربونيه او التحفيز على خفض هذه الانبعاثات، ولكن صندوق الخاص بالاضرار والخسائر الناتجه عن التغيرات المناخيه هو هيكون منوط بتمويل الدول الناميه، توفير التمويل اللازم ليها من ناحية، وأيضا توفير نقل التكنولوجيا وتأسيس البنية التحتية اللازمة لمواكبة والتكيف والحد من الآثار الناتجة عن تغير المناخ. كويس. هل ده معناه مثلا، أنا بسأله أنه هل ده معناه أن الدول اللي هتحصل على هذه التمويلات أو على هذا الدعم من الصندوق هتوجه جزء منها لمثل هذه الشركات اللي عاوزة تستصدر شهادة الكربون؟ بالضبط. هي شهادة الكربون هي معمول بيها في حوالي 40 دولة و20 ولاية على مستوى العالم، وبالتالي هي موجودة بالفعل. دخول مصر لهذا الإصدار والتنسيق وإطلاق منصة على المستوى الإفريقي هو بيخلق حالة من التعويض للقارة السمراء عن ظاهرة التغيرات المناخية، وبالتالي هو بيوفر حالة من التمويل وأيضا بيوفر حالة من الاستثمارات في المشروعات التي تفيد البيئة والتي لا تضر بالبيئة واللي بتعتبر هي مستقبل الاستثمار خلال الأعوام القادمة، لأن العالم بيتجه والمستثمرين يتجهوا إلى الاستثمارات الخضراء، الاستثمارات التي لا تضر بالبيئة
والتي بيترتب عنها منتجات صديقة للبيئة تصدرها وتستوردها مختلف دول العالم. عظيم جدا، انا بشكرك جدا يا دكتور كريم، كل الشكر ليك. دكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات والابحاث الاقتصاديه. طيب خلونا نروح على ايه بقى، واحنا لازلنا بنتكلم على المساله بتاعه الانبعاثات الخضراء، الحفاظ على البيئه، الحفاظ على كوكب نظيف قدر الامكان. بالمناسبه عايزين نشجع الناس على استخدام وسائل نقل صديقة البيئة. طيب يعني ايه وسائل نقل صديقة البيئة؟ يعني وسائل نقل بتستخدم وقود لا يلوث البيئة. فبنبدأ الأول من الأقل تلوثا في كل أنواع الوقود الأحفوري زي الغاز الطبيعي، ذهابا إلى أن أنت يبقى في عندك وسائل نقل بتستخدم الكهرباء أو البطاريات الكهربائية. نفسنا ناس قدر الامكان تستخدم هذه الوسائل. وبالمناسبه انا مش بقول لك ده اللي هو ايه حضرتك روح اشتري عربيه كهرباء عشان انا عارف هيبقى الرد، انت عارف العربيه الكهرباء بكام يا مولانا؟ تقفش ليه؟ واحده واحده اصبحنا بنوفر وسائل نقل جماعي، اتوبيسات، حافلات، شوف انت بتحب تسميها ايه، بالكهرباء، بالغاز، قطر كهرباء، مونوريل بالكهرباء، حاجات من هذا النوع. واذا كنت سيادتك عايز تستخدم وسيلة نقل خاصة فاحنا نشجعك. عندنا رحالة رائع الحقيقة، عمل رحلة استثنائية من اسكندرية لسيوة. طب هي بالكهرباء؟ لا، بالعجلة. كابتن محمد محمود أبو عجيزة الشهير بكابتن محمد المصري. ازيك يا كابتن؟ يا أنا سامح حضرتك يا فندم، أهلا بحضرتك. إزاي الصحة؟ تحب نقول كابتن محمد أبو عجيزة ولا كابتن محمد المصري؟ طبعاً الاثنين شرف كبير ليا أي حاجة بتزيد بيها. كابتن محمد أبو عجيزة المصري. نبقى عملنا دمج. احكي لي على رحلتك من اسكندرية لسيوة بالعجلة، ودي حكاية صعبة قوي أظن، قوي يعني، مجهدة كمان. هو الحمد لله يعني ربنا موفقنا لحد الان تمام. الحمد لله وشكرا لله. لا الخط قطع، انا عارف انه المشكله مش عندنا والمشكله مش عند كابتن محمد، المشكله في الشبكه اللي فصلت فجاه. بس خد بالك، شوف انت كده ايه لما حد والله لازم انا طول عمري بأنظر بإعجاب شديد جدا للناس اللي بتقوم بالنوع ده من الرحلات. يعني يقولك إيه فلان خد الرحلة كلها بالعجلة، فلان خد الرحلة كلها ماشي. أقعد أفكر هو الناس دي عندها هذا الصبر والجلد منين؟ يعني ده الواحد لما ده مش ماشي ولا ركب عجلة، أنت لما بتبقى قاعد في العربية وحد من أصدقائك ولا زمايلك هو اللي سايق والمشوار طول شباب تزهق أو تشعر بالملل، فما بالك باللي بيقطع مشاوير بمئات الكيلومترات وهو على عجلة أو وهو ماشي مثلا. إيه ده؟ طيب إحنا معانا كابتن محمد أبو عجيزة المصري مرة تانية. معاك يا كابتن محمد. وللأسف الشبكة بتقطع لأن إحنا على طريق سيوة، فطريق سيوة ما عليهوش شبكة. فكويس ان احنا بنقدر نتواصل مع حضرتك. ماشي، مية مية بإذن الله توصل سيوة بالسلامة وترجع على اسكندرية برضو بالسلامة. قولي بقى ايه حكاية الرحلة دي؟ هي الرحلة دي طبعا احنا معانا فيها حد من ذوي الاحتياجات الخاصة تمام، ومعايا كمان حد في الطريق، الكابتن إيهاب جلال، لان ده اللي بيوثق لنا الرحلة كلها. حلو. حد من ذوي الاحتياجات الخاصة ازاي؟ الكابتن ابراهيم هو كفيف. وعشان نوضح للناس اكتر، عشان هم بينتقدوا طب ازاي كفيف، ازاي هيستمتع الكلام ده كله. الكابتن ابراهيم بيشوف من 80 لمتر تمام، من 80 سنتي المتر. ودي مشكله اكبر واصعب شويه. ليه؟ الكفيف طبعا بيكون ان هو خلاص عارف، مش شايف الدنيا، مش شايف الحاجه، فده عنده معلومات، بيشوف صور من على الموبايل، فحابب يشوف الدنيا اكتر تمام. هو كمان من هواة ركوب الدراجه. بالاضافه ان هو بيلعب تراسيون، بيلعب جري وسباحه.
وعجل. كابتن ابراهيم من المتابعين ليا من اكتر من 4 سنين وبشوف طبعا الاماكن اللي انا بروحها والكلام ده كلته. طب الناس هتقول ان هو بيشوف ازاي؟ هو بيشوف الموبايل طبعا. لو احنا شفنا في المترو بنلاقي ناس بتقرب الموبايل من عينها قوي علشان تتعامل فيها، فان هم بيقدروا ان هو يتواصلوا للمعلومات من على الموبايل. تمام. فكلمني قال لي ان انا عملت عجله دريفت. العجله دريفت دي بتكون زي ما هي معروضه قدام حضرتك على التلفزيون كده على الشاشه، بتكون مزدوجه باتنين كرسي. كرسي امامي ببدال وكرسي خلفي ببدال، يعني اتنين عجله في عجله واحده. حلو. والصوره المعروضه ديت هو كان قابلني في العالمين الجديده علشان يتصور معايا. تمام. قلت له خلاص احنا قدامنا رحلتين هنشتغل عليهم، يا اما سيوة يا اما حلايب وشلاتين، وشوف الرحله تناسب معاك ايه. تمام. هو طالب جامعي طبعا وعنده دراسه، فانا خلاص هتكون سيوة، اديني خطه سيوة هتكون ايه. حلو. هو موجود جنبي عامه وان شاء الله يعني هخليه يكلم حضرتك. ارجوك. طبعا طبعا. طب قول لي، هو انتوا كنتوا لو هتروحوا حلايب وشلاتين كنتوا هتتحركوا منين؟ كنا هنتحرك من الغربيه. يا دين النبي يديكوا الصحة. ربنا يبارك في عمرك يا فندم. لا ده كان هيبقى مشوار مذهل. ده كام؟ 700 كيلو تقريبا؟ لا، حلايب وشلاتين من الغربية بالضبط على الجي بي اس، لأن في محطات بناخدها كده. 1200 كيلو بالضبط. كنتوا عايزين تسوقوا بالعجلة 1200 كيلو؟ الحمد لله، هو ربنا مقدرني ومقدر الكابتن إبراهيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الاول انا ممكن ادي لحضرتك كابتن ابراهيم، هو هيحكي لك عن تفاصيل الرحله كده في عجاله. يلا بينا. تمام. يلا مع حضرتك بينا. كابتن ابراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا كابتن ابراهيم يا جامد. هو تفاصيل الرحله، احنا خدنا رحله من اسكندريه المطروح في 3 ايام. طبعا كان الهواء مش مساعدنا، بس الحمد لله قدرنا نوصل مطروح. النهارده الحمد لله قدرنا نخلص 100 كيلو من 300 كيلو لسيوه. ان شاء الله بكره ان شاء الله كده نوصل سيوه ان شاء الله. احنا يعتبر كده في منتصف الطريق بين مطروح وسيوه. انتوا في نص الطريق. طبعا احنا تفاصيل الرحله، طبعا عدينا على العلمين، على الدبعه، مطروح، الاماكن دي. وبعدين خط الطريق بقى بتتجه جنوبا نحو ناحيه سيوه. صح كده. حلو قوي. الدنيا الجو عامل معاكوا ايه؟ برد حر معقول؟ لا، هو الجو مش مش الحمد لله، بس المشكله الهواء بيبقى وش، فده بيبقى عامل مشكله في التبديل اللي احنا بيبقى عاملين مقاومه. بالاضافه للوزن اللي احنا شايلينه، فده بيبقى بيصعب من الطريق نفسه. بتبقوا شايلين معاكوا ايه يا كابتن ابراهيم؟ يعني هدوم، خيامنا، اكل، ميه، صيانات للعجله، بس كده. بس كده؟ ده كده كتير، ربنا يديكوا الصحه. توصلوا سيوه بالسلامه. هتقعدوا في سيوه قد ايه؟ يعني ان شاء الله من 3 لـ4 ايام ان شاء الله. باذن الله. وبعدين ترد تاني على اسكندريه ان شاء الله. باذن الله باذن الله. تروحوا سيوه تستمتعوا باذن الله، وترجعوا لنا بالف سلامه على اسكندريه مره تانيه. اشكرك جدا 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 يا كابتن ابراهيم، ربنا يقويكوا. كابتن محمد. الو. ايوه يا كابتن محمد. ايوه مع الباشا، الله يخليك. هتقعدوا لكم 3 أو 4 ايام في سيوه؟ ان شاء الله باذن الله. عندكم برنامج للزياره بتاعت سيوه ولا ايه؟ والله احنا عندنا برنامج يعني كبير قوي، يعني محتاج اكتر من اسبوع. تمام. ولكن احنا طبعا ملتزم، انا ملتزم بالوقت عشان ابراهيم عنده امتحانات ودراسه. طبعا بالظبط. وبخلاف ان احنا عايزين نرجع بقى لاسرتنا ولشغلنا، لان عايز برضك اوجه من خلال حضرتك رساله مهمه جدا للناس اللي بتنتقدنا. قول. اول حاجه احنا يعني الناس متخيله ان احنا فاضيين. الفكره احنا مش فاضيين. احنا انا كمحمد المصري، انا نجار موبيليا. تمام. الله. وعندي شغل اضافي بعد الموبيليا كمان،
محلي خاص كده لقطاع الدرجات والكلام ده كله. فاحنا بنوصل رساله اساسا عندنا اكتر من هدف واكتر من رساله. انا بلف في مصر من 2014 بكتب سلسله كتب اسمها الرحاله لمصر، بتتكلم عن تكنيك العجل في حياتنا وعن عادات وتقاليد الاماكن اللي احنا بنروحها. حلو. بنوصل رساله للعالم بان طرق مصر تتمتع بالامن والامان عبر الطرق الصحراويه والزراعيه، لان احنا بنمشي انت بتفرج العالم على مصر وعلى طرقها وعلى حياتها وعلى مدنها وواحتها وقراها، يعني ما فيش اي مشكله في الاطلاق، فين الازمه يعني؟ بالضبط. ما هي الناس بقى مش مدركه ده. حتى احنا عندنا الرئيس بيشجع الشباب وبيشجع الناس عن الرياضه. صحيح صحيح. لان انا الحمد لله كان ليا الفخر والشرف ان انا اكون من سفراء شباب مصر في مؤتمر المناخ. يا بختك يا سيدي، يا بختك يا سيدي، كل التوفيق، وتروحوا سيوة بإذن الله بألف سلامة، توصلوا لنا بألف سلامة وتستمتعوا بسيوة، وأنا أشجع ناس كتير إنها تعمل زيك ويبقى لك زي فريق كبير يبدأ هو كمان، يبقى مثلا كابتن محمد العجيزي طلع على سيوة، وفي ناس تانية من أصدقائه وزملائه طالعين على حلايب وشلاتين وهكذا، يعني أشجعكم جدا على ذلك. هو الناس قاعدة فاضية برضو على السوشيال ميديا، والله العظيم أشكرك جدا يا كابتن محمد، كل الشكر كابتن محمد محمود أبو عجيزة شهير بمحمد المصري، وكابتن إبراهيم مسافر معاه وصولا إلى سيوة بإذن الله. خلونا نروح لتقرير على إيه بقى؟ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. مصر عاصمة الفن والفنانين في العالم العربي. القاهرة ليست فقط هوليود الشرق، إن هي إلا أكثر إبداعاً وأعمق إبداعاً وأكثر تأثيراً وأهم تأثيراً حتى من فكرة كلمة هوليود الشرق دي. مصر اللي هي من وقت ما قالوا يا فن في الدنيا، والمصريين يعلمون العالم طول الوقت فناً وفكراً وثقافة، أمال هي مصر فجر التاريخ والحضارة ليه يعني؟ المسألة أكبر وأبعد بكتير من إن إحنا نقعد نفكر في مصر من ظهور السينما أو ظهور الحركة المسرحية، لا 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 لا، مصر أبعد من كده بكتير، مصر أفكار وفلسفة وثقافة وحضارة. وحتى لما بقى في حركة مسرحية وسينمائية حديثة، فمصر كانت هي المظلة الجامعة للفكر والإبداع العربي وستظل كذلك. فإحنا عندنا بقى فقرة ظريفة جدا ولطيفة وتقرير مهمة جدا من الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وزميلتنا جمانة ماهر عملت لقاء لطيف جدا مع فنانة كبيرة نجمتنا لبلبة على هامش مهرجان القاهرة السينمائي. خلونا نشوف اللقاء ونرجع نكمل الكلام بعد الفاصل. مشاهدينا في كل مكان بنرحب بحضراتكم مرة تانية، ولسه لقاءاتنا مستمرة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته 44. الحقيقة يمكن في كل دورة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دايما بنبقى مستنيين النجوم اللي هيكرموا، ويمكن الدورة دي كمان تحديدا كلنا ببساطنا جدا 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 لما لقينا أيقونة طالعة على المسرح، لما لقينا نجمة بمعنى الكلمة طالعة على المسرح بتطل علينا عشان تتسلم جائزتها، طبعا جائزة فاتن حمامة للتميز، الفنانة الكبيرة لبلبة. أهلا وسهلا، نورتيني. ويعني أنا مهما قلت يمكن عنك مش هلاقي كلام الحقيقة يعني يكفي، فكفاية أن أنا أقول لبلبة. ربنا يخليك حبيبتي. طبعا الأول عايزين نبارك لك على تكريمك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته 44. التكريم مثلك إيه في مهرجان القاهرة السينمائي؟ بيمثل لي إيه؟ شوفي أنا اتكرمت كتير في مهرجانات كتيرة قوي، الأقصر وأسوان والمهرجان الروائي وجمعية الفيلم ومهرجان اسكندرية، يعني اتكرمت كتير، لكن مهرجان القاهرة للسينما موضوع مختلف خالص، وجاي في وقت أنا شايفاه جاي وقت مناسب جدا، الدورة بتاعة الأستاذ حسين فهمي. فأنا حاسة إن أيوة صحيح، والدتي كانت بتتمنى، إن كانت كل مرة تقول لي السنة الجاية هيكرموكي في مهرجان القاهرة، كانت أمنية عندها.
لكن أنا حاسة إن كل حاجة جت في ميعادها. لكن كنت أتمنى إن أمي تكون عايشة علشان وتكون موجودة بين الكواليس زي ما أنا قلت علشان تفرح بإن أنا بتكرم. هي كانت أمنيتها الحقيقة. الحقيقة أكيد هي يعني يمكن حاسة وأكيد كمان فرحانة بهذا التكريم. طيب في نقطة تانية مهمة جدا عايز أسأل حضرتك عليها. فضل. دايما كنت حريصة على حضور مهرجانات، ولو هنتكلم تحديدا زي مهرجان كان مثلا على طول كنت حريصة على حضورها. عايز أعرف منك فكرة أنه أهمية أن الفنان يكون مثقف ويحضر مهرجانات برا ويبقى مطلع على ثقافات مختلفة. مهم جدا، لأن إحنا أنا حضرت 18 دورة في مهرجان كان، وكنت بحس أن أنا كل مرة بطلع بحصيلة مش أقل من فوق 40 فيلم. الأفلام دي كلها من جميع بلاد العالم. إحنا بنشوف كل سنة بيفكروا في إيه، إيه الموضة الجديدة، الرؤية الجديدة لكل المخرجين دول مش من بلد واحدة. فطبعاً دي بتبقى زي دراسة للفنان. مدام أنا بحب الفن وعاشقة للفن، فإن أحضر مهرجانات دولية وأشوف أحدث صيحة في اللغة السينمائية دي طبعاً بتبقى حاجة فايدة كبيرة جداً جداً ليا. وعشان كده أنا كنت مصرة إن أنا أحضر كل السنين دي، ودي أفادتني كتير خصوصاً في المرحلة الأخيرة بتاعتي. طيب برضو كمان يمكن نصيحة من حضرتك أكيد تكون مهمة جداً ليمكن النجوم الجداد اللي طالعين أو اللي لسه حلمهم إن هم يمثلوا. لبلبة تجربة كبيرة جداً، خبرة كبيرة جداً، مراحل حتى مختلفة للسينما المصرية. لو هنقول أوصارت خبرة حضرتك للجيل الجديد؟ أنا بقول للجيل الجديد اللي هو لسه بيبتدي يعني يمارس المهنة، أول حاجة مفيش غرور، ما يفكروش أبداً إنهم يبقوا مغرورين مهما نجحوا. تاني حاجة الإخلاص والتفاني للعمل. تالت حاجة إنهم ما يكرروش أدوارهم. يعني أنا لو بصيت كويس لأفلامي اللي أنا عملتها، إذا هم كتار قوي قوي هتلاقي ما فيش دور شبه دور. فأهم حاجة إن الفنان ما يكررش نفسه الممثل، لأن كل ما قدم دور جديد كل ما ده هيفتح له مجال أكتر ويقدر ياخد خطوة أعلى في شغله. بس طيب نصيحة بقى تانية بس مش للفنانين. عايز أعرف من حضرتك سر ما شاء الله ما شاء الله الروح الحلوة والخفة والشقاوة اللي لسه موجودة. هتكسفينا بقى ليه؟ لا ازاي؟ لا لازم نعرف الموضوع ده ما شاء الله فعلا. أنا في حياتي بحب الضحك، ويعني طبيعتي هي كده، فبحب كل الناس وبحب أضحك. وحتى لو حصلت أي حاجة ممكن يعني تخليني أزعل شوية أخدها بشكل كاريكاتوري فألاقي نفسي بضحك لوحدي. فهي طبيعتي كده. وأحلى حاجة إن الإنسان سيبك من الفنان، الإنسان ما يجيلوش في ساعات كلنا بيحصل لنا إحباط، ما يجيلوش لحظات يبقى حاسس إن هو محبط، ودايما يبقى مؤمن وراضي باللي هو فيه، لأن ما يعرفش إن ربنا مخبيله مفاجأة طبعاً. يمكن يحقق له كل أمنياته طبعاً. فده اللي أنا بعيش بيه، ودايماً فيا جوايا رضا ومؤمنة بربنا، ودايماً يعني أحس حتى لو أنا ما عنديش شغل لازم أكون جاهزة، علشان يمكن يجي لي فيلم بكرة لازم أكون جاهزة، لازم أكون مش تخينة، لازم أبقى رفيعة، لازم يعني دايما عندي أمل. الأمل أهم حاجة. ميرسي. Thank you. شكرا. اهلا بحضراتكم. يمكن من اوائل الاخبار اللي قلناها النهارده في الحلقه انه اخيرا، عارف انت كان زمان يقولك تم بحمد الله، تم بحمد الله انشاء صندوق الخسائر والاضرار، واللي بيعتبروا كثيرين انجاز تاريخي او حقيقي لمؤتمر المناخ كوب 27 واللي كان بينعقد في شرم الشيخ جمهوريه مصر العربيه. طيب
خلينا نفهم إيه هي أهمية هذا الصندوق، ولماذا قد يعتبر الكثيرين أنه إنجاز تاريخي أو إنجاز حقيقي. دكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة بجامعة عين شمس، منورنا داخل الاستوديو. إزاي حضرتك يا فندم؟ أهلا وسهلا. إزاي صحة دكتور؟ الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله. هل نقدر نقول أنه صندوق الخسائر والأضرار هو فعلا إنجاز تاريخي للقمة؟ لا شك في ذلك حضرتك. وأنا الحقيقة عايز أقول أن قبل الاتفاقية الإطارية، ما تبقى الاتفاقية الإطارية في 92 في ريو دي جانيرو، قبليها بسنة 91 اجتمعت الدول النامية، خاصة الدول اللي هي الجزر الصغيرة Small Independent Development States SIDS، اللي هي طبعا مشكلة عندها مع ارتفاع سطح مستوى سطح البحر. للأسف الشديد كتير من السيناريوهات بتقول ان هي هتختفي هذه الجزر. فاجتمعوا، وكان يعني سبب قلقهم في هذا الموضوع ان تداعيات التغيرات المناخية هتيجي عليهم وهيكون هناك خسائر بالغة، في منها ما يمكن التكيف معه الادابتيشن، وفي منها ما بعد مرحلة الادابتيشن زي ما حصل في باكستان في الشهور القليلة الماضية، الناس بسبب الفيضانات والسيول اللي توفوا، فهنعوض حتى الخسائر البشريه ازاي. في طبعا حصل خسائر في البنيه الاساسيه دي، ممكن هي يعاد بناءها وتعميرها، ولكن في بعض الجزر بسبب الفيضانات ارتفاع مستوى سطح البحر وبسبب هذه السيول ان اختفت بعض الاثار الثقافيه اللي خاصه بمعتقداتهم وازيلت بالكامل. فايا نحن بنتكلم على ان هذه الدول الناميه سيقع عليها ضرر كبير جدا، وهي ليست أساسا جزء من المشكلة، فلازم تدور على كيف يمكن أن تكون جزء من الحل. فهم ابتدوا يجتمعوا من سنة 91 ويناشدوا الدول المتقدمة على أن هي لابد من تخصيص، مش بنتكلم على تمويل مناخي اللي هو عشان خاطر يعملوا مشروعات لل مواجهة التغيرات المناخية، سواء تخفيف mitigation أو الادابتيشن التكيف، لا، هو بيتكلموا على ماذا إن حدثت أضرار ما بعد مرحلة التكيف، وإن احنا نحاول نتكيف. هيحصل أضرار ولا يمكن عكسها، الريفرس مش هتتعكس، فيبقى لازم ناخد تعويض. تصور حضرتك إن من سنة 91 ومع وجود مجموعات اللي هي تاسك فورس اللي هي فرق عمل اللي هي سانتياغو ومع الورسو جروب وكده، لم يدرك هذا البند الهام جدا اللي هو الخساره والاضرار لوس اند دامج في اي من المؤتمرات اللي هي الاطراف ال 26 السابقه. ولكن الحمد لله، وده انجاز اخر، ان استطاعت الدبلوماسيه المصريه والدبلوماسيه المناخيه حصول اجماع يعني ما بين الدول سواء متقدمة أو نامية على إدراج هذا البند على جدول أعمال كوب 27 في شرم الشيخ. وده طبعا كان إنجاز. ليه؟ الدول المتقدمة اللي هي أساسا عندها مسؤولية تاريخية في الانبعاثات منذ الثورة الصناعية مش عايزة تفتح ملف التعويضات، لأن هيفتح عليها زي ما بيقولوا بوابات الجحيم. بوابات الجحيم بالضبط كده حضرتك. فهم مش عايزين يفتحوا هذا الملف، ولكن هم مستعدين ان هم يدفعوا مساعدات انسانيه لما يحدث الخسائر. يعني حصل في باكستان ونيجيريا وهنا وهنا، هم يقولوا ايه، احنا هنبعت مساعدات انسانيه على سبيل ان دي ناحيه انسانيه وليست الزاما عليها ان احنا نعمل. لكن لو في صندوق التعويضات هيبقى في الزام، هيبقى في الزام. يعني هم دلوقتي بيتكلموا على التزام اخلاقي وادبي ان احنا هنساعد ونعمل، ولكن في صندوق التعويضات احنا هيكون في اليه للمصادر التمويل، اليه للصرف على ايه، وتعريف ما هي الخسائر والاضرار. يعني لازم يحط ديفينيشن، تعريف كامل، عشان مش يكون في علاقه سببيه، مش اي حاجه طبيعيه تحصل. ما انت عارف حضرتك ان التغيرات المناخيه في جزء منها او التلوث عامه جزء يعني طبيعي، وفي جزء متسبب في النشاط الإنساني، وفي النشاط الإنساني. وبالتالي لابد أن احنا نكون محددين جدا ما يندرج تحت النشاط الإنساني وما يندرج تحت الانبعاثات التراكمية للدول الصناعية. فدي كانت
إنجاز تاريخي. يعني إحنا صنعنا التاريخ بوجود هذا البند أولا على المحادثات بعد 26 مؤتمر ما يبقاش موجود، ثم ثانيا الإجماع، ما هو كله بكونسنسس، كله بتوافق، يعني هناك توافق على إنشاء هذا الصندوق. التفاصيل طبعا هتيجي، لأن طبعا ما لحقوش إنهم يعملوا التفاصيل. التفاصيل ده هتاخد شهور، وهتاخد لجان فنية، وهتاخد سياسة كتيرة جدا. ليه؟ لأن في مشكلات على الموضوع ده. هندفع لمين؟ الدول الأكثر هشاشة ولا الدول الأكثر تضرر؟ ففي طبعا يعني هناك. وبعدين حضرتك تعريف الدول النامية، يعني الصين على سبيل المثال هي أول دولة في الانبعاثات، ولكن هي حسب تعريف الأمم المتحدة هي دولة نامية. طيب، ولكن حضرتك مع انتهاء العقد اللي احنا فيه، يعني على 2030، سيصبح الانبعاثات التراكمية للصين عدت أمريكا وعدت الدول التانية. فإذا لو احنا هنتكلم على دولة نامية يبقى مش هتدفع، هتاخد تتلقى مساعدات وتعويضات. لو اتكلمنا على الكميات التراكمية للانبعاثات بتاعتها على 2030، لا هتصبح هتتغير الحالة بتاعتها، من تدفع هتدفع. فدي طبعا لازالت حضرتك مسائل خلافية. وانا ما يعني انا بقول كخطوة اولى ممتاز جدا ان هي تم انشاء هذا الصندوق، ولكن هنحتاج بقى لسه شغل كتير ولجان فنية ودبلوماسية مناخية أخرى هتمتد إلى كوب 28 في دولة الإمارات العربية إن شاء الله. خشيتي دايما يا دكتور من مسألة الوزن السياسي. يعني أنا خريج اقتصاد، ولما دخلت الكلية بقى فقلت أنا عايز أتخصص، فكان وقتها الحكاية لسه طلع الاقتصاد البيئي، وشيئا فشيئا غيرت ودخلت تخصصت في الاقتصاد الدولي وبعدين اقتصاديات الشرق الأوسط. وبسبب ده او بالأدق ده ليه؟ بسبب فكرة الوزن الاقتصادي، وبالتالي للأسف الوزن السياسي والمعيار السياسي في العمل. كنا وحتى أستاذنا يعني الاقتصاد مفترض ان هو اللي بيحرك السياسة، بس في الملف ده على ما يبدو السياسة هتحرك الاقتصاد وتوجهه وتحيد بعض الحاجات. يعني دول كتير ومن الولايات المتحدة الأمريكية هتاخد مواقف شديدة تجاه الصين، فيبقى السؤال احنا كده واقعين في جدل، هو انا هتعامل مع الصين ازاي زي ما حضرتك قلت؟ طب انا هتعامل ازاي مع دول افريقيا؟ طيب انا هتعامل ازاي مع دول امريكا اللاتينيه بصرف النظر عن علاقاتها السياسيه بواشنطن والبيت الابيض؟ وانا متسبب رئيسي في تجريف او في قطع الغابات بتاعه الامازون، ايهما اسبق والحل هيجي ازاي؟ انا هبتدي الاجابه على سؤال سؤال حضرتك على فكره كبير يعني قوي، فانا فانا بس هاخده جزئيه جزئيه. اولا احنا تعلمنا حضرتك في الاقتصادات البيئه ان احد المبادئ الهامه هي الملوث يدفع الثمن، بوليوتر بيس برنسبل بي بي بي. لكن لما جينا عند الانبعاثات الغازات الاحتباس الحراري او الكربون عامه، يعني ما حدش اتكلم على ان صاحب اكبر انبعاث هو اللي يدفع الثمن. احنا قلنا الملوث، لكن لما جم على الانبعاثات سابوها مبهمه. لو كنا مشينا على هذا المبدأ حضرتك كان الدول الكبرى كانت دفعت الثمن قبل ما نوصل إلى موضوع التعويضات والكلام ده كله. طب ليه حضرتك لم يطبق مبدأ التلوث على مبدأ الانبعاثات الكربونية؟ لأن التلوث هو محلي، أما التغيرات المناخية فهي عابرة القارات وعابرة الدول والحدود السيادية للدول، جلوبل. فبيحصل إيه بقى في حتة السياسة؟ إن حضرتك بترجح المصالح الوطنية على مصالح الكوكب. خد بال حضرتك أنت في التلوث حضرتك تيجي تقول إيه؟ طبعا هو في تلوث عابر برضو وكده وبتاع مفيش مشكلة، ولكن غالبية التلوث يبقى إيه؟ محلي. يعني مصنع عملنا كذا عملنا كذا، طبعا في ما بين كندا وأمريكا حكاية الأسيد رين اللي هي الأمطار الحمضية وبتاع، بس يعني مش قوية زي بقية اللي هو التغيرات المناخية. فهم لما جينا حضرتك نتكلم على موضوع التغيرات المناخية قالوا لا، سنرجح المصالح الوطنية على مصالح هذا الكوكب على حساب الدول النامية، لأن الدول النامية هي أكتر هشاشة. يعني هدي حضرتك مثال، حضرتك أكتر دول عندها هشاشة vulnerability في التغيرات المناخية وسيقع عليها ضرر بالغ جدا هي
نصها في العالم كله موجود في أفريقيا. أفريقيا مساهمتها في الانبعاثات الغازات الاحتباس الحراري أو الكربون 3%. ال54 دولة بيمثلوا 3% في العالم كله. الكوكب كله. هل هذا يتناسب حضرتك مع الضرر اللي هيقع عليها؟ طبعا لا. ده عشان كده عم بيقول أين العدالة المناخية. الصندوق ده اللي حضرتك تفضلت بيه هو جزء من الكل، لأن العدالة المناخية بتقول إيه؟ هي مش بس حكاية إن إحنا ناخد تعويضات، إحنا مش عايزين ناخد تعويضات، إحنا مش عايزين ضرر يقع علينا عشان ناخد تعويضات، إحنا عايزين نعمل مش نهاية الأنبوب الإند أوف بايب، إن أنا أستنى لغاية ما الضرر يقع علينا عشان أجي أقول طب إديني تعويض، لا. أنا عايز أحول دون وقوع الضرر. بالظبط كده، نعمل إيه بقى حضرتك؟ إن إحنا نقول لهم أولاً تدونا تمويل مناخي عشان نشتغل في قضية إن إحنا نحمي نفسنا ونكيف نفسنا من التغيرات المناخية، وثانيا ان احنا نطلب منكم انتوا كمان انكم انتوا تعملوا تحول جذري في سياساتكم، بحيث انك انت مش لازم في النهاية ان انت تطلب مني انا اعمل تخفيف. التخفيف معناه ان انا اقلل البصمة الكربونية بتاعتي والانبعاثات الكربونية بتاعتي. انا مش عايز ان انا كدولة دول افريقيا حضرتك 3% دي هيقللوا اكتر من كده ايه؟ ده احنا لسه في دول افريقيا ما عندهمش كتير منهم ما عندهمش كهرباء، كتير ما عندهمش صرف صحي ومياه وما يعني مناحي الحياه اللي هي الاساسيه الضروريه للحياه الكريمه. فلما يجوا يبتدوا حضرتك يخشوا يا دوب ان هم يوفروا للناس المواطنين بتوعهم هذه الحياه الكريمه، يقول لك لا انت تعمل تحول من الوقود الاحفوري الى الطاقه الجديده والمتجدده. مفيش مشكلة، ده كلام جميل، ده مصر ابتدينا في الكلام ده بقالنا كذا يعني في السنوات القليلة الماضية، ده هو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، زي ما حضرتك قلت برضه الاقتصاد الأخضر، تحولنا ولسه بنتحول، يعني هي اتس بروسس، هي عملية تاخد وقت وبتاخد جهد وبتاخد تمويل، تاخد تمويل كبير جدا عشان تتحول، لكن خد بال حضرتك هذا الاستثمار هو في المستقبل، في الأجيال القادمة، وعلى فكرة انا بس هاخد حضرتك كده في نقطه صغيره. اللي حصل في اوروبا من ان هم ما كانوش قادرين ولا زالوا يامنوا امدادات الطاقه التقليديه اللي هي الغاز الطبيعي تسبب في الاسراع في التحول الى الطاقه الجديده المتجدده، فرب ذره نافعه. يعني هم مش قادرين يامنوا نفسهم فراحوا بسرعه يدوروا على البلاد اللي ابتدت في الموضوع ده زي مصر، وابتدوا يمضوا معنا بروتوكولات عشان نكون احنا مركز اقليمي، احنا قريبين جدا من اوروبا، مركز استراتيجي، احنا يعني خطير جدا، نقدر ان احنا نمدهم بالطاقه الجديده والمتجدده. الحمد لله عندنا شمس ممتازه، الهواء الويند اطلس، الاطلس الرياح عندنا بيقول ان عندنا منطقه الزعفرانه وجبل الزيت والعين السخنه فيها رياح يعني قويه جدا، عندنا المقومات حضرتك ان احنا نكون مركز اقليمي وابتدينا. بس بنعمل ايه بقى حضرتك؟ تنويع مصادر الطاقه الجديده والمتجدده، ما اعتمدناش على حاجه واحده ليه؟ عشان ده اسمه الامن، امن الطاقه، ملف امن الطاقه مهم جدا، ان حضرتك عارف انه هيحصل تحول من الوقود الاحفوري، لو ما حصلش بكره هيحصل بعده، ساعتها بقى الناس عندنا في مصر هيكون الطاقة ياخدوها شكلها ايه؟ عشان كده احنا قلنا 42% من الطاقة بتاعتنا هتكون طاقة جديدة ومتجددة 2035. اللي حصل لما الولايات المتحدة عملت المبادرة بتاعتها في في في, في قمة المناخ، قدرنا ان احنا هنستبدل 5 جيجا وات اللي بنحرقهم عشان غاز طبيعي الى 10 جيجا وات طاقة جديدة ومتجددة، رياح وتوسع في بنبان وكده. هتخلي هذا الجدول الزمني من 2035 يصل إلى 2030، فسرعنا في هذا الموضوع بسبب إن في ضغط في أوروبا، وفي أيضا أمريكا فيها يعني إرادة سياسية إن هي عايزة تساعد الدول على الأقل الإدارة الموجودة الحالية. خد بال حضرتك يعني هي سياسة، أنت حضرتك بتتكلم في الإدارة السابقة كان في انسحاب أصلا، كان في دينايل، كان في تشكيك، كان في رفض لفكرة التغيرات المناخية. فالحمد لله إحنا وصلنا إلى نقطة إن لما الغرب والدول المتقدمة بيشوفوا إن في دولة عندها إرادة سياسية جادة وقوية
وعايزه تنفذ حاجات على الارض هم بيساعدوا. لو ما لقوش الحكايه دي بتحصل بيمشوا وبيروحوا دوله اخرى. لما جم شافونا هنا بنعمل هذه المشروعات كلها قال لك لا ده في تنفيذ، ده في حاجات بتحصل على الارض، احنا عايزين ناخد اللقطه مع الدوله دي. خد بال حضرتك، هم عايزين يوروا ان هم فاعلين، ان هم تعاون دولي، ان هم في شريك تنموي قوي معانا. لازم يعملوا كده لان قدام المجتمع الدولي الدور الكبرى هتقول ايه؟ ان هم تسببوا في التغيرات المناخيه. طب احنا دلوقتي نعمل ايه؟ ادي احنا بنساعده، بس اين الشريك القوي الذي لديه الاراده السياسيه ان هو يعمل حاجه؟ قولا واحدا هي السياسه، ولكن الاراده السياسيه هي اللي بتخلي الدول المجتمع الدولي يتفقوا على خارطه طريق عشان ننقذ الكوكب ده. لولا وجود اراده سياسيه مش هيحصل اي حاجه. حلو جدا. انا هستاذن يا دكتور، هروح لفصل سريع جدا وعايز ارجع على مساله. اذا انا اصبح او بالادق حجم الطلب في اوروبا على هذا النوع من الطاقه الجديده والمتجدده الى اخره كبير بما يكفي ان هو يبقى له مردود اقتصادي حقيقي على الدول التي تنتج هذه الطاقه، في الحاله دي مصر اصبحت هي المركز الاقليمي، ده لي مردود اقتصادي كبير زي ما نقول كده فيزبل مجدي. انا طبعا في احلامي يعني مجدي جدا قوي خالص لدرجه الثراء. دي اسئله، خلونا نروح للفاصل ونرجع مره تانية للدكتور علاء سرحان استاذ اقتصاديات البيئه بجامعه عين شمس. استنونا. بالمناسبة دكتور علاء قال لي على شوية حاجات في الفصل مش هقولها على الهوى تدعو حبتين للتفاؤل يعني بخصوص مستقبل الكوكب والسياسة الدولية. لكن خلونا أولا نرحب مرة تانية بدكتور علاء سرحان أستاذ اقتصاديات البيئة بجامعة عين شمس. وهرجع على بقى المسألة بتاعت هل الطلب على الطاقة دي في أوروبا كافي إلى أنه يخلق حقيقي رواج لهذا النوع من الطاقة في مصر باعتبارها هي المركز الإقليمي ومركز كبير في العالم لإنتاجها وتصديرها؟ طيب خليني أبتدي حضرتك الأول أتكلم على الطاقة الشمسية يعني بس أنا بقارن ما بين حاجتين. في العشر سنوات الأخيرة تكلفة الخلايا اللي هي الفوتوفولتايك سيلز اللي بتنتج بتدي الطاقة من الشمس انخفضت بمقدار 85% تكلفة إنتاج هذه الخلايا في العشر سنوات اللي فاتت بسبب الريسيرش ديفلوبمنت البحوث والتطوير والإنتاج الكبير الماس برودكشن قدر يخفض التكلفة بحوالي 85%. فده معناها إيه حضرتك؟ إن إحنا لما كنا بنبتدي الأول نعمل حساباتنا كفيزيبيليتي كدراسات جدوى كنا بنعمل حسابنا إن التكلفة هتبقى كذا كيلو وات أو كيلو وات ساعة هتنتج بيه مثلا 10 سنت، النهارده بتوصل أقل من سنت يمكن. فدي معناها ان هناك طفره كبيره جدا بسبب الطلب وبسبب البحوث والتطوير وبسبب الانتاج الكبير الدنيا بتمشي بتتطور. بالنسبه للطاقات الجديده والمتجدده احنا حضرتك بنحسبها بطريقه تانية. هناك فارق وطبعا حضرتك اقتصادي يعني تلميذ يعني لا العفو يا فندم، ان هناك الفرق بين المردود الاقتصادي والمردود المالي financial versus economic. المردود المالي او العائد المالي او عائد على الاستثمار من الناحيه الماليه هي تدفقات ماليه داخل ان واوت وبنحسب التكلفه وبنحسب العائد معدل العائد الداخلي على الدخار الار او اي الان بي في الاي ار الحاجات دي. بالنسبه للعائد الاقتصادي احنا بندخل فيه الكلفه والمنفعه على المجتمع ككل، المنفعة مش الخاصة. احنا في المردود المالي بنتكلم على التكاليف الخاصة والمنفعة الخاصة والعائد المارجن اللي هو البروفيت اللي هو عائد الربح الخاص بالمستثمر او صاحب هذا المشروع اللي هو الانتربرينور او صاحب رائد الاعمال في هذا الموضوع. بالنسبة للناحية الاخرى استخدام الطاقة دايما بنحسب له المردود الاقتصادي اللي هو بيعود بالنفع او الضرر على المجتمع. يعني حضرتك لو احنا بنستعمل مورد طاقه
بيؤدي إلى تلوث، وهذا التلوث بيضر صحة الناس وعافيتهم ويقلل انتاجيتهم وعدم شعوره بالراحة والطمأنينة إلى آخره إلى آخره، ويأثر على التنوع البيولوجي. وده لابد أن يتم حسبان هذه الخسائر كجزء من التكلفة الاجتماعية اللي تعود على المجتمع. فلما بنيجي نحسب الطاقة الجديدة والمتجددة نحسبها بطريقة تانية، الموضوع مش مجرد عائد وخسارة، احنا بنحسبها من ناحية أن النفع اللي هيعود على هذا الكوكب بقى نتكلم على التغيرات المناخية على الكوكب كله أكتر بكتير جدا من العائد اللي هيعود على شركات أو هيعود على مستثمرين. عشان كده الدولة حضرتك بتتدخل لوجود عشان تقدم حزبة من تحفيزية incentive packages للقطاع الخاص والمستثمرين حتى تشجعهم وتحفزهم الدخول في هذا المجال، وإن كان ممكن تدعمهم ممكن هي تدينهم سعر فائدة منخفض. في حاجة مهمة جدا، موضوع الريسك، موضوع المخاطر. الدول في موضوعات الطاقة الجديدة ومتجددة بيبقى في مخاطر بتخلي المستثمر يا إما مش عايز يدخل في هذا المجال أو بيحط بريميوم، بيحط جزء زيادة يقابل نسبة المخاطر اللي هو بيعملها تقدير، يسموها ريسك بريميوم. فالدولة تعمل إيه؟ هي عايزة الناس تستثمر في هذا المجال. والاستثمار في التغيرات المناخية للأسف شديد القطاع الخاص 1.6% فقط من كل الاستثمارات الموجودة في التغيرات المناخية كان من القطاع الخاص، وده الكلام اللي اتقال في كابس 27. نحفزه إزاي؟ نشيل جزء من المخاطر معاه، نعمل أنا شراكة public private partnership، يعني شراكة ما بين المال العام والمال الخاص عشان تحمل المخاطر اللي بيسميها عندنا حركة اقتصاديات البيئة دي ريسكينج، يعني نحن بنزيل المخاطر من على القطاع الخاص، مش بس بنحفزه اقتصاديا لا، وأيضا بنتحمل معاه جزء من هذه المخاطر عشان يدخل جامد. فعشان كده قصة، يعني أرجع بقى لسؤال حضرتك، قصة الطاقة الجديدة والمتجددة هي الحقيقة مش واضحة قوي لأي واحد بيعمل لها حسابات مالية هنكسب كام وهننتج كام ونعمل. أوروبا علمونا يعني إن احنا منين نحسبها، نحسبها بطريقة اقتصادية وليس الطريقة مالية، وحلاقي إن في النهاية هي مكسب، مكسب لنا كلنا، لأن هي مكسب للمجتمع، مكسب للكوكب، مكسب للتنوع البيولوجي لنا كلنا وللأجيال القادمة. فأنت حضرتك لما دخلنا في طاقة هذا الاستثمار الوحيد اللي الكل بيخرج منه كسبان، كسبان ما فيش حد بيخرج منه خسران أبدا. هنتحمل زيادة دلوقتي بس هذا استثمار في المستقبل، مش ممكن نطلع منه خسرانين أبدا. فبتضمن طول الوقت استدامة للنوع ده من الاستثمار، استدامة طول الوقت لفرص عمل، استدامة طول الوقت لتنمية داخل المجتمعات، وحفاظ على الكوكب يحافظ عليه من الفناء إلى أن تقوم الساعة. بقى ده موضوع قدري مش بتاعنا احنا. الكلمة اللي حضرتك قلتها الاستدامة، هذا هو الشرط الأساسي، هو استدامة الموارد، استدامة الحياة على الكوكب. احنا في خطر، والكلام ده يعني خطر قلناه، ان استدامه الحياه اكسيستنشال، يعني الوجوديه، يعني هي قضيه وجوديه، وبالتالي استدامه الحياه على هذا الكوكب شريطه ان احنا نبتدي نقلل استخداماتنا للطاقه التقليديه، استخداماتنا لاستهلاكات من الموارد. حتى حضرتك ما عادش في موارد كتيره، فابتدينا نشوف في النفايات بتاعتنا وناخدها كمورد اقتصادي خش من اول دين. ده اللي احنا بنسميه الاقتصاد الدائري سيركل ايكونومي او الاقتصاد الاخضر. الاقتصاد الاخضر اللي هو العام، الاقتصاد الدائري اللي هي في المنشآت لما بتيجي تعمل منتج جديد بتفكر ازاي ان تكون كلوز سيركت، يعني ان المدخلات كمواد خام موارد اقتصاديه وبعدين بتنتج، بيعمل عمليه تحويليه وانتاج ثم تستهلك، وانس ان هي انتفى الغرض من الاستهلاك والمستهلك اخذ درجه اشباع بتتحول الى نفايه. تقول لك لا، لا تتحول الى نفايه، انا مش عايز استنى عشان اعمل ريسايكلينج، لا انا عايز ان النفايه دي تبقى مدخل من اول وجديد بطريقه سهله جدا. فبيعملوا ايه حضرتك؟ الديزاين بتاع المنتج بيبقى من الاول معمول في حسابه ان اللي هيخرج من هنا هيخش كفاءه اقتصاديه عاليه سهولة ويسر، ودون أن يكون هناك
اثار سلبيه على البيئه، بمعنى ان البلاستيك لما بنيجي نعمله تدوين مش كل انواع البلاستيك بتبقى صديقه للبيئه، في منها بيطلع غازات للاسف الشديد بتبقى مسرطنه زي الديوكسين والفيولا، وبالتالي النهارده الديزاين بتاع البلاستيك وان كان ما عادش حد دلوقتي المفروض بيعمل بلاستيك، ولكن بياخد في الاعتبار ان لما بنيجي نعمل له اعاده تدوير بيبقى بسهوله ويسر وبكفاءه اقتصاديه عشان ما يكلفناش كتير، والا الناس هتروح تعمل بلاستيك جديد مش هتاخد القديم. فدي نقطه احنا بنفكر فيها الاستدامه. حضرتك لمست يعني لب الموضوع فعلا، الاستدامه في كل شيء. دكتور علاء يا بختي اولا بمحاضره اكتر من رائعه، اكتر من رائعه بالنسبه لي، انا استفدت جدا قوي خالص، واظن كمان مشاهدينا قدروا ان هم يفهموا القصه بمنتهى السهوله واليسر والسلاسه. نورتنا وشرفتنا، واتمنى اتمنى ان احنا نشوف حضرتك كتير، اتمنى ذلك بجد. الف الف شكر ليك يا دكتور علاء، كل الشكر لضيفنا العزيز دكتور علاء سرحان استاذ اقتصاديات البيئه بجامعه عين شمس. تصدق بقى دكتور علاء خليني قعدت قلت ايه، يا ريتني كنت كملت في الاقتصاد البيئي. اه والله لكن على كل الملحوقه يعني لسه في العمر بقى الواحد يقدر يعمل يكمل دراسات عليا في هذا النوع من الاقتصاد اللي يعني الواحد عنده وقت. للاسف خلصت الحلقه لحد كده يا ساده كرام، ثواني يخش لكم حالا كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. اما احنا لو كلنا العمر فهنقابلكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعه. سلامات.